مواجهة قوية يستضيفها استاد السلام حينما يستقبل حامل اللقب الأهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا في مستهل لقاءات الفريقين في دوري نايل، وذلك في درجة حرارة تقترب من 22 درجة مئوية. اهلا بكم اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، ومفتاحيه مبارياته في الموسم الجديد من دوري نايل. يدخل الاهلي حامل اللقب بروح معنويه عاليه جدا بعد التتويج ببطولتي السوبر المصري امام الزمالك وكاس القارات الثلاث امام العين الاماراتي، وسيطر على فريق القلعه الحمراء رغبه الانطلاقه القويه لاستغلال عوده الثقه الكبيره للاعبين وتفادي اي مفاجات. الرمادي بيخوض اللقاء بطموحات كبيرة أمام النادي الأهلي اللي عمل معاه مباراة كبيرة أيضا في السوبر المصري، مباراة أكيد من العيار الثقيل، كله خايف من التاني. الأهلي مش عايز مفاجآت، الرمادي عايز يبدأ بمفاجأة ويبدأ بنتيجة طيبة. أعتقد إن هي بداية قوية للأهلي حامل اللقب وسيراميكا اللي بيعلن عن نفسه هذا الموسم تحت قيادة الرمادي. أكيد مواجهة من العيار الثقيل، كولر في مواجهة الرمادي. ضربة البداية للدوري الممتاز كانت يوم الأربع الماضي بأولى اللقاءات حرس الحدود مع سموحة. نشوف مع بعض كده، ده الجدول. سموحة كسب حرس الحدود 3-1، المصري يتفوق على طلاع الجيش بهدفين مقابل لا شيء، زاد اف سي يتعادل مع الجونة، مدن سبورت يتعادل مع امبي، وتعادل إيجابي في مفاجأة مدوية بيراميدز وبتروجيت تحت قيادة سيد عيد، وفاركو مع الاتحاد السكندري، وهزيمة 1-0 ثم الزمالك في مباراة كبيرة امبارح أمام البنك الأهلي يفوز 3-2 في الثواني الأخيرة، والإسماعيلي انتهى بالفعل أمام غزل المحلة 0-0. والمباراة الأخيرة الأهلي أمام سيراميكا كيلوباترا.